السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل مع بعض السؤال ده عن حساب قيمة الـ pH لمحلول تركيزه 2/10 مولر من الميثايل أمين CH3NH2. اتعلمت أن ثابت التأين KB 3.6 في 10 أس سالب 3. طيب احنا شايفين إن هو ادانا تركيز، طب التركيز ده حمض ولا قاعدة؟ هو قدام ميثايل أمين، لو أنت مش عارف هو حمض ولا قاعدة أصلا مكتوب KB يعني ثابت تأين القاعدة الضعيفة، يبقى هو ادالك الـ KB يبقى اكيد ده هو السي بي. تمام، اما يديني السي بي والكي بي اقدر بسهوله ان انا احسب تركيز ايون الهيدروكسيد. افتكر مع بعض كده القوانين المتعلقه بالمساله دي اللي هي دي. طيب يبقى هو اداني السي بي والكي بي، يبقى على طول هجيب ايه؟ تركيز ايون الهيدروكسيد، واوتوماتيك هقوم جايب البي او اتش السالب لوغاريتم تركيز ايون الهيدروكسيد، هجيبها بسهوله. طيب بعد كده هو عايز البي اتش اصلا في السؤال، فما انت عارف ان البي اتش زائد البي اتش بيساوي 14 عند 25 درجه سيلزيوس، يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الاو اتش تركيزه وبعدين احوله لبي او اتش وبعد كده اطرحه من 14 عشان اجيب البي اتش. يبقى هنعوض البي اتش، قلنا هنجيب اول حاجه تركيز ايون الهيدروكسيد يساوي الجذر التربيعي للسي بي ضرب الكي بي. نعوض السي بي بكام؟ 2/10 ضرب الكي بي 3.6 في 10 اس سالب 3، لو حسبتها تطلع لك الرقم ده، وحدته مول لكل لتر او مولر. تمام، بعد كده قلنا هنجيب الاس الهيدروكسيدي اللي هو البي او اتش بيساوي سالب لوغاريتم الاو اتش السالب، يعني سالب لوغاريتم الرقم ده 0.0268، لو حسبتها على الآلة هتطلعلك 1.57 1.57%. طيب يبقى أنت عارف إن البي اتش زائد البي او اتش بيساوي 14، يبقى البي اتش بتساوي 14 ناقص البي او اتش، يعني 14 ناقص 1.57 هتطلع 12.43%.